بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى كل متتبعين هذه القناة الخاصة بالسفر والسياحة وكل ما هو جديد للتأشيرات والهجرة والسفر. فيديونا اليوم مهم جدا للباحثين عن العمل. كندا تطلب مهاجرين وعمالة من المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب الناطقين باللغة الفرنسية في المزارع. فعلى الجميع أن يتابع أو إكمال هذا الفيديو للإفادة وطريقة التسجيل واختيار يعني العمل أو الوظائف. المزارع الكندية في كيباك، وبالذات يعني وذات الولايات الناطقين باللغة الفرنسية، المزارع تشمل كل أنواعها. ندخل على الموضوع تاعنا اللي هو يعني أسهل مما تتوقع الوظائف في كندا، يعني فرصتكم للعمل هذه السنة إن شاء الله. عقود عمل إلى كندا في المقاطعات الكندية، تبحث عن مهاجرين من زي ما ذكرنا الجزائر تونس المغرب، وخاصة يعني خارج كيباك. وهذا موقع عمل رسمي حكومي بدون أي وسيط ومجاني من طرف الحكومة الكندية لكل الأشخاص الباحثين عن العمل. التسجيل بالنسبة للمزارع يبدأ بداية من شهر 2، والموسم الفلاحي يبدأ في شهر 6. قلنا احنا يا كندا والعمل الفلاحي للعرب، يعني فرصتكم للعمل والهجرة إلى كندا. عمال الفلاحة خاصة وبشكل عام. نجو الموضوع، راح نعطيكم 2 مواقع إن شاء الله، 2 مواقع رسميين للدولة كندا. ندخل على 2 مواقع. الموقع هذا UPA، هذا الموقع رسمي كما ذكرت سابقا. الموقع UPA رسمي، أقوى منظمة في كيباك مسؤولة عن الأكل والشرب في كيباك من حليب وكل المنتوجات الزراعية. نبحث الآن على عمل، ندخل ونختار أي وظيفة، نضغط على شيرش امبلوا. اوكي، شيرش امبلوا، ادخل على هذا الموقع. انا راح نترك لكم الموقع، رابط الموقع هذا في صندوق الوصف، ما عليكم غير انكم ترجعوه شخصيا. اوكي، طلبنا شيرش امبلوا، هاي المتقاطعات هنايا الخريطة. نجو هنايا، أنا نوضح نكبر لكم الصفحة. اوكي، نجو هنايا، اضغط على غوشيخش، غوشيخش هنايا. نأتي للوظائف، ليكون في علم الجميع هذا تاريخ اليوم 10 فبراير 2021. واضح؟ هاو لكم تاريخ اليوم، بإمكانكم تدخلوا في هذا الموقع وتتأكدوا بنفسكم. 10 فبراير 2020، يعني كل يوم بيومه. يعني طبعا يعني يعلنوا على قائمة الوظائف أو قائمة لاحتياجاتهم للعمال ويدرجوها في هذا الموقع. مثلا هذه كما قلت لكم، ما تروحوش على مدينة كيباك، خلينا نترجمها لكم احسن شيء، ترجمها لكم باللغة العربية اللي تكون واضحة للجميع. اوكي، ها ترجمها باللغة العربية ونكبر الخط شوية. اوكي، هنا احدث، راكم تشوفوا ان شاء الله، راكم تشوفوا هنايا احدث الوظائف، الحبوب
الذرة والبذور الزيتية عامل صيانة. هذه في مونتيرجي في مدينة خارج كيبيك. طالبين شخص واحد نجو هنايا نضغطوا عليها نشوفوا عامل صيانة. اوكي عامل صيانة عامل صيانة قلنا في هذه المدينة اللي اسمها مونتي ريجي. مونتي ريجي كيبيك. رقم العرض تاع العمل، عدد المناصب سنين، المطلوب سنين، المسمى الوظيفي اسم الوظيفة الداخلية إذا كان مختلفا عمل زراعي، تفاصيل حول مكان العمل، عدة أماكن عمل في وظائف رئيسية. يقولك الحجر، زرع، زراعة، ري الحقول، المشاركة في حصاد المحاصيل، قيادة الآلات الزراعية، تشغيل وصيانة المعدات والآلات الزراعية، الحفاظ على العشب حول الطرق، الطرق السريعة وقطع وجز العشب وجز العشب وجرف المروج وطرق الأعشاب الضارة وأداة مهام الصيانة. يعني هذا في كل ما يخص الزراعة، يعني جميع أنواعها. احنا بالنسبة للعرض يعني في عندنا فلاحين كثير ومختصين في هذا المجال كثير. انا نتمنى انكم تشاركوا في هذا الوظائف، وفي نفس الوقت مش طالبين ولا مستوى ثقافي ولا لغة. متطلبات العمل يعني هنا شوف، ها نتكلم عنها. متطلبات العمل وشروطه: المستوى الدراسي الثانوية غير مكتملة، لا دراسات مطلوبة. واضح يا شباب؟ شوفوا هنا لا دراسات، يعني واحد ما عندوش الباك ولا ماهوش قاري. شوفوا لا دراسات مطلوبة، طالبين ولا مستوى. هذه أهم نقطة. خبرة في العمل، سنوات الخبرة متعلقة بالوظيفة أصل. وصف المهارات، يعني أكيد الفلاحين حتكون عنده مثلا واحد كل واحد يذكر مهارة يعني الخبرة اللي عنده. قادرة على التعامل مع الأحمال من 10 إلى 30 كيلو، يعني براعة يدوية واستعداد لمهام متكررة، يعمل في الهواء الطلق في ظروف جوية متنوعة. اللغات المطلوبة والمكتوبة فرنسية. التفاصيل، لا توجد تفاصيل لغوية. الشروط مختلفة، قد يختلف عدد الساعات حسب ظروف الطقس واحتياجات الإنتاج. اللغة، نجو للراتب هنايا، هذه أهم نقطة يعني أكيد بحث عنها الكثير. الراتب والمزايا، هاي ليك 15 دولار في الساعة، 15 دولار في الساعة. واضح؟ الحالة الوظيفية: موسمي، دوام كامل، نهار، مساء، عطلة نهاية الأسبوع. مدة العمل، مدة العمل، التاريخ المتوقع للبدء. يعني هنايا هذا بيكون ترسلوا السي في تبعكم من اليوم، لأن بداية العمل راح تكون تبدأ التاريخ المتوقع للبدء 1/5 بداية مايو. تاريخ بدء الإرسال، احنا عندي كملت تاريخ انتهاء النشر، نوفمبر. كيفية التقدم، تفاصيل إضافية: سيتم الاتصال فقط بالذين تم اختيارهم. البريد الإلكتروني، طلباتهم: يرجى إدخال رقم العرض إذا كان تقدم الطلب. يعني لما تدير السي في تاعك والطلب تبعك تبعثه على هذا الإيميل، ولا تنسى رقم العرض. الحبوب، الحبوب، الذرة، اكتب طبعا المنتوج، منتجات مصنع، مكملات، كلمة الوظيفة، عامل صيانة. هذه هي الوظائف شباب، لا تنسوا انكم تشاركوا فيها وتختاروا كما وريت لكم قبل. هذا احنا اخترنا يعني في المدينة هذه خارج
يعني خارج كيبيك، اللي هي فرز الحبوب والزراع. تربية النحل، نجو نختار وظيفة أخرى. شنو تربية الخيول؟ تربية الخيول مثلا نفترض تربية الخيول. اوكي نو بلوا، يقول ما فيش. نجو هنايا أي وظائف أخرى، كلها بتاريخ اليوم. هذه الوظائف أغلبها بتاريخ اليوم. الشباب انتبهوا إلى هذا التاريخ، يعني هاي الخط العريض 10 فبراير 2020. هنا مدينة هذه سانت إلوي، عام دفينة. لا أعرف ما معنى هذه. زراعة الزهور، يا سلام أحسن شيء. زراعة الزهور، هذا رقم العرض بالمناسبة، الذي لا يعرف كيف يملأ السي في أو الطلب، أنا على أتم الاستعداد لإكمال هذا الطلب. لا تترددوا، إن شاء الله راح أقوم بالمساعدة. هنا طالبين موظف واحد، عدد المناصب المطلوب شغلها واحد. المستوى الدراسي الثانوي لم تكتمل، خبرة العمل من ميزة. هما كل همهما، أهم حاجة عندهما الالتزام في المواعيد ودقة العمل. وإذا رب العمل يعني سبق مثلا ملتزم ومنتظم في شغلك ودقيق، ثق وتأكد إنه يعمل لك إجراءات الإقامة القانونية. $14 في الساعة، وقت كامل مدة العمل موسمي. واضح شباب؟ إن شاء الله نكون وضحت لكم وريت لكم كل شيء. هنايا مطالبة $100 في الأسبوع، يجب على العاملين مؤهل الانتقال إلى يمكن الوصول إلى موقع الشركة. بالمناسبة هذه الشركات تطلب عمال، يتم دفع تكاليف طلب جلب عمالة عن طريق الدولة. وطالب العمل يتقدم بطلبه مجانا عن طريق الموقع الحكومي. هذه هي كل المتطلبات، إن شاء الله نكون كفيت ووفيت. وفي نفس الوقت ما ننساش نقول لكم على إن لازم تكون السي في مكتوبة بطريقة جيدة في حالته أي شخص حاب يكتبها. وإن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله راح نوريكم الطريقة تاع السي في كيف تكتب، أعطيكم الطريقة الصحيحة. يعني هذه فرصة ممتازة فلا تضيعوها، أنصحكم بذلك. وأخيرا موفق إن شاء الله، ولا تنسوا أن تكتبوا لي في التعليقات على أي ملاحظة أو استفسار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوني بالاشتراك، والله يوفق الجميع.